والآن للإضاءة على أبرز ما يجري على الساحة السياسية اللبنانية ينضم إلينا الصحفي والكاتب السياسي بشارة خير الله. صباح الخير أستاذ بشارة. صباح النور أستاذ لارا. زيارة وزير خارجية الكويت لافتة جدا، ليش اجت بهذا التوقيت وهل لها علاقة بقرار الرئيس سعد الحريري؟ يعني هو التزامن ما بين الزيارة وعودة الرئيس الحريري وقراره المرتقب التزامن ملفت، لكن أنا بقدر أجزم لك أنه ما لها علاقة. هيدي زيارة كانت عم تتحضر من قبل وسائبت، يعني الظرف حكم أنه يسائب أنه وصل وزير الخارجية مع دولة الرئيس الحريري، بس لكن بالترابط حكما هناك إذا بدك رسالة خليجية عربية دولية حملها الوزير، بالإضافة إلى مبادرة كويتية، واليوم الكويت بترأس مجلس وزراء الخارجية العرب، وأيضا هناك يعني مبادرة ورسالة ووساطة ثلاثة بنفس الوقت. اليوم الكويت هي حريصة جدا بالمعلومات اللي حصلنا عليها من امبارح لليوم. الكويت دولة الكويت باسمها وباسم مجلس التعاون الخليجي وباسم العرب وايضا باسم الوسطاء الدوليين يلي عم بحاولوا يساعدوا لبنان، هون تحديدا الفرنسيين والامريكيين. هناك محاوله ما بدنا نقول اخيره، فينا نقول بدل ما نحكي عن ربط نزاع فينا نقول عن ربط محبه او ربط ود ما بين هيدي الدول ولبنان من بعد انسحاب السفراء الخليجيين على اثر التوتر. الكويت دائما حريصه على مساعدة لبنان، لكن أيضا على لبنان أن يساعد نفسه. هون ما بقدر إلا ما أستعيد كلمات الوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان يلي دايما عم بيقول بدكم تساعدوا نفسكم حتى نقدر نساعدكم. كل المبادرات تصب في نفس الخانة، عودة لبنان إلى الحضن العربي من خلال خطوات بسيطة وهي رفع الغطاء عن تدخل حزب الله بالشؤون العربية. يعني وقت بيقولوا تدخل لبنان يمكن هن بيخجروا يقولوا تدخل حزب الله، هو تدخل حزب الله بشؤون الدول العربية بالعراق وباليمن، وعلى قاعدة بيقول السيد حسن عطول يجب حيث يجب أن نكون سنكون. هيدي أساس المشكلة، يعني مدخل الحل هو العودة إلى القرارات الدولية واحترامها وإلى ما اتفق عليه بتحييد لبنان عن صراعات المحاور وتحديدا عن البند 12 في اعلان بعبده الذي وافق عليه حزب الله قبل ما يتنكر له ويروح يقاتل بالدول العربيه. نعم، بالعوده الى قرار الرئيس سعد الحريري، شو راح يكون تاثير قراره على الساحه اللبنانيه والتوازنات السياسيه، خاصه انه حاليا في تخوف من تكرار سيناريو عام 1992 لما قرروا المسيحيين عدم المشاركه بالانتخابات النيابيه، وكان تاثير هالقرار جدا سلبي على الساحه السياسيه اللبنانيه. أولا يجب علينا انتظار الموقف النهائي الرسمي الذي سيعلن عن على لسان دولة الرئيس سعد حريري بدون ما نروح للتأويلات إذا سيعتكف لوحده أو يعني أستاذ بشارة. يعني ليش معقولة؟ يعني كل المصادر بتأكد، وهلأ كنت من شوي عم بقرأ أنه مصطفى علوش أكد أنه خلص قرر ينسحب الرئيس الحريري من الانتخابات. معقول برأيك أنه من اليوم لبكره، بكره عنده مؤتمر صحفي على الساعه 4 يصير في اي تغيير؟ تجربتي بتاكد لك انه ما في شيء مؤكد بالحياه، خلينا ننطر موقف رسمي بيصدر عن دوله الرئيس سعد الحريري، يمكن اجى بنيه انه ما بده يترشح وما بده المستقبل يترشح وما بده يتعاطى بالسياسه ابدا، يمكن من خلال المباحثات اللي عم تصير يقدر يعدل بموقفه شوي لما يشوف انه الناس ما بدها هيك، يمكن يقدر يعدل بموقفه شوي مثلا تنقول انه يقول انا شخصيا لن اترشح على غرار سمير جعجع ووليد جنبلاط وسيد حسن نصر الله وغيرهم من كثير زعماء بيقودوا احزاب كبيره وهن منهم مرشحين للانتخابات وبيتركوا الحريه لتيارهم او لحزبهم او لمناصرينهم يشاركوا. يعني في كثير قصص بيقدر يعملها اذا هو شخصيا مش حابب يشارك. علينا انتظار موقفه الرسمي غدا، لكن انا بقدر اقول لك اذا سلمنا جدلا انه في نيه للمقاطعه على غرار مقاطعه 92، هون انا بقدر اجزم انها ستكون الكارثه بعينها. انا يعني كثير بعرف شو صار بهداك الوقت، وبهداك الوقت انا كان عمري 18 سنه ورحنا نرش سبراي على الحيطان، فتنا بحمله قاطع الانتخابات سنه 92
وبتذكر تماما انه هيدي غلطه تاريخيه ارتكبناها، كبار وصغار وكل اللي مشيوا بهيدي الموجه دفعوا حقها كثير غالي. المقاطعه هي خروج من السيستم، والخروج بيرجع عند الدخول بيعمل مشاكل. كل المشاكل اللي عم نعيشها اليوم وتحديدا بسبب، يعني اذا بدك عناد العماد مش العون او جبران بسيل للعوده والدخول اذا بدك بالسيستم، هي بسبب المقاطعه التي جرت سنه 1992، والكل انخدع وراح على فكره المقاطعه التي دفعت. مش بس انا ما بدي احكي مسيحي مسلم، يعني صحيح كانت مقاطعه مسيحيه وشارك فيها بوقتها مشكور وبتنم عن اخلاق عن دوله الرئيس تمام سلام بهداك الوقت قاطع، لكن ايضا كل اللبنانيين بيدفعوا ثمن المقاطعة. واليوم إذا السنة اللي بيمثلهم اللي بيمثل أكثريتهم سعد الحريري بالشارع السني والشارع الوطني أيضا، إذا قاطعوا إذا ارتكبوا هذه الغلطة الكبيرة بنكون كمان رايحين على مصير مجهول، لأنه لا شك أنه تيار المستقبل يمثل الاعتدال السني، وإذا ما قدر يشارك أو قرر المقاطعة الكاملة لن تتمكن أي جهة سيادية من انتزاع المقاعد يلي كان يشغلها تيار مستقبل وحده. يعني عمليا إذا قلنا لو في فريق سيادي جاهز مثلا يحمل الكرة أو يحط كتفه حد كتف تيار المستقبل، إذا قاطع المستقبل تبقى موجودة نعم، لكن أنا بقول لك مقاطعة تيار المستقبل إذا كان عنده 20 نايب بالشارع السني يمكن 4-5 منهم بيبقوا عند الفريق السيادي بالبلد، والبقوي بيتوزعوا يا أما عند التطرف الأقصى يا أما عند الفريق الإيراني بلبنان، أعني هنا حزب الله. فإذا في مشكلة كبيرة إذا قرر تيار مستقبلي قاطع. أنا بتمنى على دولة الرئيس الحريري وعلى تيار المستقبل أنه يضلوا بالحياة السياسية، حتى لو سعد الحريري شخصيا ما بيشارك بيقدر تياره يشارك بفعالية وبيقدر يعمل ركول أو خطوة إلى الوراء للعودة بقوة أكثر. إذا كان في أخطاء بتتصحح، ما حدا ما بيغلط. سعد الحريري أكيد عنده أغلاط ارتكبها هو بالسياسة، وأكيد في أفريقاء ارتكبوا أخطاء تجاهه، كلهم بيتصلحوا في حال يعني استشارك كيف رح يكون شكل الكتل النيابية بهالحالة؟ يعني أنا بقول لك مشهد سوداوي إذا ما كان تيار المستقبل مشارك، لأن أنا بعرف وأنا عندي يقين إنه الأغلبية من تيار المستقبل ما رح تقدر تضل بنفس المطرح، لأنه الجمهور اليوم بده يتوزع، وبتعرفي بالوضع اللي نحن فيه ما فيك تضمني إنه الكل رح يروح على موقع سيادي، رح بتكون الصورة مرعبة، وحكما المستفيد الأكبر منا سيكون حزب الله. هيدا يلي أنا كناشط سيادي ما بتمني أبدا. نعم، الصحفي والكاتب السياسي بشارة خير الله، شكرا جزيلا لك ولكل المعلومات.